سنة تقريباً قدر فيسبوك أنه يحدد 1.3 مليار حساب زائف مقابل 36 مليون على تويتر. بالحقيقة الحسابات الزائفة أو اللي تعرف بالفيك أكاونتس ما موجودة بس بالفيسبوك وتويتر، وإنما هي ظاهرة منتشرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. ليش البعض يلجأ أنه يسوي حساب وهمي، وليش البعض الآخر يقبل طلب صداقة من حساب غريب أو زائف؟ رنا، اليوم مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها عند كل الناس من مختلف فئات العمرية وين ما كان الواحد، انتشرت أيضاً ظاهرة الفيك أكاونتس اللي هي الحسابات المزيفة، سواء على شكل إيميل أو على شكل فيسبوك أكاونت، إنستغرام وغيرها. ما شاء الله كل واحد إلى توجه بسبب إنشاء هذا الحساب. هل هي نزعة مرضية أو شنو الأسباب اللي تخلي الشخص يقرر أنه يسوي حساب مزيف؟ أكيد قبل ما نحكي عن هيدا الموضوع أكيد في كتير أسباب، بس نعرف كتير منيح قدي السوشيال ميديا غير كتير بعض العوامل، يعني العوامل اللي لها علاقة بالرابط بين الأشخاص والرابط يلي عنده إياه الشخص كمان مع ذاته. فعلا. أوكي. في كتير عوامل. منحكي أول شيء عن الهوس بالجمال. منعرف قدي الأشخاص صار بمحل عم بيشوفوا صور، عم بيشوفوا دعايات، عم بيشوفوا أمور أكيد فوتوشوب، ما بيكونوا واقعيين ولا حقيقيين، بس بيصيروا بدهم يتمثلوا فيهم. في عنا النقطة الثانية اللي هي النرجسية. صرنا بمحل أنا بدي لقي ريكونيسانس أو تقدير من قبل الآخر بعيون الآخر من خلال يمكن قديها الصورة جبت لك كم لايك. أكيد. كمان عنا موضوع الثقة بالنفس. ثقة بالنفس نعرف كتير منيح الأشخاص اللي عندهم تدني بثقتهم بنفسهم عندهم صعوبة إنه يبنوا علاقات اجتماعية سليمة، وهون أوقات بيلتجؤوا للسوشيال ميديا، بيخلقوا لحالهم هوية جديدة بتكون كأنه سلاحهم. منرجع لنقطة كتير أساسية بالصورة يلي بحطها، بالمعلومات يلي بحطها هالشخص على الحساب المزيف. مزبوط. كأنه بحس حاله أنا قادر أقدر أعمل تأثير على الآخر بالطريقة يلي بدي إياها. يعني هو مثلاً نوع من أنواع التأثير ونوع من أنواع القوة، وبنفس الوقت أنه حتى ممكن بعض الأشخاص يسوون حساب مزيف حتى يتملكون الشخصية اللي هم خاطرهم يوصلوا لها. مزبوط. وكل ما كان الشخص عنده تدني بثقته بنفسه، كل ما الشخص كان عنده مشكلة إذا بدك مع الهوية تبعه، منه قبلها، منه قبل ذاته، ما بيحب حاله، ما بيقدر حاله، كلها عوامل نفسية. هل لها جانب يعني نزعة مرضية؟ إيه أكيد طبعاً. مثل ما قلت في عوامل نفسية مثل ما حكيت، وفي عوامل تانية هي مرتبطة مثلاً بأشخاص عندها اضطرابات بالشخصية. مثلاً عندك أشخاص عندهم اضطراب بالشخصية معادية للمجتمع، بدهم يكسروا كل شيء له علاقة بالقوانين وبالرولز، وبيصيروا كمان الهدف تبعهم أذية الآخر، مش بس إنه هن عم بيعملوا فيك أكاونت لأنه هن بحاجة إنه يثبتوا شيء لذاتهم، صرنا هون بالأذية. عندي كمان أشخاص هدفهم المال، يعني بفوتوا بيصيروا يتقربوا من الأشخاص يلي أغلبيتهم عادة بيكونوا أشخاص عندهم نقص بالحنان، بالعاطفة، بالحب، وهون بيصيروا يتقربوا منهم والهدف إنه يصيروا يعني يجمعوا مال منهم. يعني الشخص اللي يتعرض للحساب المزيف وينخدع، للأسف كثير ناس ضحية، كثير ناس ضحايا صارت هالأيام. يعني قصص ما شاء الله نسمع عن ابتزاز، عن حتى خطف أحياناً، مشاكل اجتماعية تسوي يعني خراب بيوت. هذا الشخص شلون يوقع ضحية؟ هون منرجع لهن أشخاص أوقات بيكونوا عندهم حاجة كتير كبيرة ليبنوا علاقات، واللي هو بمحل منهم قادرين إنه يعملوا بحياتهم، عندهم نقص بالعاطفة بالحب، وهالشخص أصلاً يلي بيدخل أو يلي هو بيكون عم بيعمل فيك أكاونت وهدفه استغلال أو أذية معينة، هو عنده بيعمل ستبس معينين، بيعرف كيف يوقع كمان الضحية. سو أكيد منهم بيفوتوا باكتئاب، خاصة من بعد ما هالشخص بيكون كتير قرب وفجأة
فجأة كرمال يكون عم يعمل مانيبوليشن عم يتلاعب بيختفي، فهيدا كتير بيأذي لهالشخص إذا بدنا نسميها الضحية. منهم في حالات انتحار، وصلوا لانتحار لأنه في تهديد بيصير، في مناص، في تهديد، في الشخص كيف تحسسه بالذنب. أنيسة، حالياً عندي سؤالين. أول شيء، شلون نعرف الشخص اللي ينشئ الحساب المزيف على أرض الواقع؟ يعني مثلاً عندي زميل أو شخص أشوفه وأتعامل وياه بشكل يومي، شلون ممكن أحس هذا الشخص عنده توجه أو عنده خلف الكواليس شخصية ثانية قاعد يخلقها لمختلف الأسباب اللي تخصه؟ شلون أكتشف هذا الشخص؟ أول شيء كتير مهم يجربوا يشوفوا البروفايل، يعني الصور اللي حطتها، شو حطت معلومات. وقت يكون هالقد شيء بيرفكت، في شيء كمان بدنا نحطه بنقطة استفهام، شلون أحمي نفسي؟ فهيدا الموضوع أقوى من شو لازم تعمل أو كيف بدها تحمي حالها. بس أكيد المحيط، إذا عم نحكي عن مراهقة أو مراهق، لازم يكون مراعي وينتبه، بده ينتبه على كثير تفاصيل. هالوقت الزايد اللي عم يقعدوا على هالمراهق على الانترنت مثلا، ما بقى بهمه يعمل النشاطات اللي كان يعملها، ما بقى بهمه يدرس، ما بقى بهمه يقوم بمسؤولياته اللي كان يعملها، ما عم بينام. هذا كله لازم كثير ينتبهوا له، عم بيكون قلقان، عم بيحس بخوف وقلق.